أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في ليلة هذا اليوم يصادف ذكرى هدم أركان الهدى ذكرى مصيبة عظيمة بفقدان نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباعه وخدامه وممن حمل الأمانة أمانة ولايته من دون أن يكون ظلوما ولا جهولا. هذه الآية الكريمة بإجماع المفسرين بالنسبة إلى الأمانة، إنا عرضنا الأمانة، هي ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. السماوات والأرض والجبال أبوا إباء إشفاقي وليس إباء تطاول، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الإباء يعني الرد القاطع، لكن لا من باب التطاول والامتناع، إنما إشفاقاً. إشفاق يعني الإنسان الذي يتظلم في رد شيء من حيث أنه لا يقدر عليه. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله تبارك وتعالى يحصر الإنسان بالنسبة إلى تحمل هذه الأمانة في عنوانين لا ثالث لهما: إما ظلوم بهذه الأمانة وإما جهول، وهما صيغة مبالغة، يعني جدا جدا ظالم، ليس ظلما بسيطا خفيفا عاديا عابرا، ظلوم وجهول، جدا جدا جاهل في حمل الأمانة، ليست هناك هفوة أو غفلة عابرة، جهول. لم يستخدم القرآن الكريم أبدا هذه الكلمة صيغة المبالغة في الجهل أبدا إلا في هذه الآية. بالنسبة إلى عظائم موارد الجهل في الإنسان، القرآن الكريم لم يستعمل مادة المبالغة حتى في قضية قوم لوط: إني أراكم قوما تجهلون. هذه الأمانة بين ظالم وجاهل في الإنسان. يقولون إن طريق جهنم محفوف بالنوايا الحسنة، طريق جهنم طريق النار،
طريق الشقاء محفوف مفروش بالنوايا الحسنة. هذه يمكن أن تكون العمدة في مشكلة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام التي أدت أخيرا إلى أن يسأل الله تبارك وتعالى الإمام يسأله أن يقبض روحه. هذه هي المشكلة. أقرب الناس إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهم الحواريون وهم قادة جيشه. هؤلاء ليسوا ظلمة، إنما صدرت منهم مواقف أدت بكل مشاريع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى الانهيار، حتى قال: وأفسدتم علي رأيي بالعصيان حتى قالت قريش لابن أبي طالب رجل شجاع لكن لا علم له بالحرب، لله أبوهم، لقد قمت بها يعني بالحرب وأنا دون العشرين وقد ذرفت على الستين. يقول الآن أنا فوق الستين سنة عمري، أنا ما أفهم الحرب، لله أبوهم قريش، أنا ما كانت عندي 20 سنة، 14 سنة 16 سنة كنت أخوض الحرب، ناهض بالحرب، أنا ما أفهم، أنا ما أفهم الحرب، ولكن لا أمر لمن لا يطاع. وأفسدتم علي رأيي، منو؟ قادة الجيش، هؤلاء الحواريون. هذه قضية تاريخية في روايات صحيحة مسجلة. من الذي دمر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ منو؟ معاوية أو عمرو العاص أو الأعداء؟ كلا، هؤلاء ما كانوا يرتقوا لأن يجابهوا أمير المؤمنين. منو؟ منو كانوا هؤلاء؟ أمير المؤمنين شنو كان ينقصه في المعركة؟ شنو دمر أمير المؤمنين؟ دمره. وأفسدتم علي رأيي بن العسان حتى قالت قريش لابن أبي طالب، يعني شنو؟ يعني ما يعرف سياسة، ما يفهم. هذا كلام أمير المؤمنين يقول، قريش ليش تقول هذا الكلام؟ مجموعة من أعظم المقربين إلى أمير المؤمنين هم السبب في دمار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ بنوايا حسنة، بنية حسنة، أرادوا أن يخدموا أمير المؤمنين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شوفوا الكافي، روايات صحيحة. كتب الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يوم الجمل، فد واحد سامعين اسمه من أصحاب الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، أبو حمزة الثمالي، عنده ابن من أجلاء الأصحاب اسمه علي، علي بن أبي حمزة الثمالي، هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. يقول، هو يقول الحديث في الكافي، يقول: قلت الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال كلاما الإمام الصادق استشاط غضبا. هذا الجليل، ها، هذا الجليل ابن الجليل، أبو حمزة جليل صاحب الدعاء المعروف، ابن علي جدا جليل، يقول: قلت كلام الإمام الصادق استوى جالسا وغضب صلوات الله عليه. قلت له شوف يعترض، يقول: قلت للإمام الصادق النبي صلى الله عليه وآله ويا الكفار في فتح مكة، قال: اذهبوا أنتم الطلقاء، ما قاتلهم في فتح مكة يوم الفتح، ليش أمير المؤمنين ويا المسلمين يوم جمل قاتلهم وذبحهم وذبح فيهم مذبحة عظيمة؟ شوف إشكال، ذولاك كفار كانوا النبي صلى الله عليه وآله عاملهم بالإحسان وسامحهم، وهذول مسلمين كانوا يوم الجمل. فيقول استوى جالسا
وحلف الإمام عصب، هو يقول غضب الإمام، قال له والله العظيم، الإمام الصادق يقول له أنه سار أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في أهل الجمل كما سار رسول الله، بس شنو المشكلة وين كانت؟ مشكلة كانت في مالك الأشتر، مالك هذا الجليل هذا العظيم. شنو القضية؟ شوفوا الرواية في الكافي، أمير المؤمنين الإمام الصادق يقول الإمام أمير المؤمنين كتب له رسالة وهو كان على قائد على جيش أمير المؤمنين يوم البصرة حرب الجمل، كتب له. شوفوا قضية أخضرت صارت، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما كان يريد يخوض معركة، بعث فد واحد من هذولا من أصحاب الخيرة الخيرة، قال له روح انصحهم هذولا، انصحهم بابا هذا أمير المؤمنين، هذا مبايع بالبيعة بعد، المسلمين معاه بيعة، شنو تخرجون عليه؟ على أي أساس؟ انصحهم. وقال للإمام أنه يمكن يضربوك يقتلوك، وبالفعل اجى وقف ينصحهم في وسط الكلمة مالته رموا قتلوا. هذا تطاول سافر، دم مالك بالنتيجة، هذا دم يفور. فبعث أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يعني واحد ثاني من أصحاب أمير المؤمنين قال لأمير المؤمنين اسمح لي أروح أكمل، أمير المؤمنين قال له راح يقتلوك، ها؟ قال ما يخالف في سبيلك، شوف مضحين. راحوا، راح الثاني هم رموا قتلوا، الثالث راح بنفس الكيفية قتل. شنو هذا؟ هم مجيشين جيش حتى ما في مجال لكلام، كلام من أمير المؤمنين، هذا مندوب أمير المؤمنين، قتلوا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق يقول كتب لمالك، يا مالك أنت لا تبدأ الحرب، أنت لا تبدأ الحرب، إذا أي واحد هم أي شيء سوى أنت لا ترمي، أنت لا تطعن، أنت لا تعقب واحد يشرد، أنت لا تروح وراء أي واحد. الإمام الصادق يقول الرسالة وصلت إلى مالك فوضعها في قربوس فرسه من قبل أن يقرأها. بالله عليك يعني شنو؟ يعني شنو هذا حديث في الكافي؟ ما قراها أصلا. يدري مالك سيرة أمير المؤمنين، الإمام سمح مهما بالنتيجة هذا إعلان حرب، جايين حاملين سلاح، أمير المؤمنين ما كان وده أن يدور حرب. شنو صار؟ بعث رسالة، هذا أمير المؤمنين، شنو سوى؟ وضعها في قربوس فرسه ثم أمر الجيش، يعني هو قائد الجيش بعد. الإمام الصادق يقول حتى أدخلهم سكك البصرة، المعركة كانت برا في الصحراء، قاتلهم قتال دخلهم سكك البصرة، ثم بعد أن دخلهم سكك البصرة ذبحهم ذبح، طلع الرسالة وقراها، ثم تلا هذه الرسالة على جيشه أنه لا تقتلون أحد بعد ما ذبحهم ذبح، ولا تعتدون على واحد، ولا تدبروا إذا واحد أدبر لا تعقبوا، لا تجهزوا على جريح. هاي الرسالة، رسالة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذه نص الرواية، رواية الإمام الصادق يرويها علي بن أبي حمزة الثمالي. كان مفروض الحرب ما تصير، كان فكم واحد ينقتل من أصحاب أمير المؤمنين غدرا، هو يتكلم وينقتل، هذا قتل غدر، خلي ينقتل أحسن مما تجري معركة. هذه المعركة جمل جرت إلى معركة صفين، ومعركة صفين جرت إلى معركة النهروان، وكل عمر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شنو انقضى في شنو؟ في حروب داخلية، وأن أمير المؤمنين لحق، منو سواها هاي الحروب؟ منو سواها؟ هاي مصيبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. اقرأوا التاريخ، هذا نهج البلاغة، لا تقولون روايات ضعيفة، نهج البلاغة. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولا كميل، هذا الجليل كميل، كميل وما أدراك من كميل، صاحب سر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إعطاء منطقة محصنة اسمها هيت، اقروا هاي هيت، الآن لا تزال الآن معارك قريبة منها، هاي هيت شمال قريبة من سامراء في العراق، هيت معروفة جدا معروفة، هذه منطقة حصن كان فيها، كانت حدود بين الشام والعراق، دولة أمير المؤمنين وذاك الآخر في الشام معاوية.
فولاه كميل واليا على منطقة هيت، كانت حصن، أعطاه المآت من الجيش كانوا عنده. أمير المؤمنين قال له أنت بس امسك الحصن، لا تطلع من الحصن، لا تسوي غارة. بعدين كتب له كتاب موجود في نهج البلاغة، جدا قاسي حقيقة، جدا قاسي، فد عبارات مرعبة. أمير المؤمنين يقاسي فيها كميل بن زياد هذا الجليل. معاوية كان يبعث يعني يسوي غارات على الحصن، فكميل كان يطلع من الحصن، كان مفروض يمسك الحصن، ما كان مفروض يفرغه فيصير شنو منفذ، لأنه يطلع هو والجيش، فكان من خلال الحصن كان يفرغ فكان ينفذ معاوية. أمير المؤمنين كتب له كتاب، هذا نص الكتاب، شوفوا العبارة، نهج البلاغة: إن تضييع المرء ما ولي وتكلفه ما كفي لعجز حاضر. الإنسان المرء يضيع الشغلة اللي محوليها عليه، تضييع المرء ما ولي تولى، وتكلفه يتكلف شغلة وتكلفه ما كفي. ما كلفناك احنا ما قلناك تسويها، ليش تذب نفسك تتعب نفسك في شغلة انت مو مكلف بها؟ لعجز حاضر وفعل متبر، متبر يعني مهلك. انت انسان عاجز مو حاجز، انت جدا انسان عاجز، وانسان انت فعلك فعل متبر يعني مهلك، انت شغلاتك مهلكة. وإن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا لرأي شعاع، فكر مو مركز، شعاع، لقد صرت، شوف، جسرا للمغارة من أعدائك على أوليائك، أنت صرت جسر، شوف شلون تعبير، لقد صرت جسرا للمغارة من أعدائك على أوليائك. بعدين يقول له لا، أنت إمامك أطعته، ما أطعت إمامك، هذا عصيان، شوفوا هذا، ولا جندك حمايته ولا مسؤوليتك قمت بها، هذا عصيان، هذا دمار، هذا دمار. مو من قبل أمير المؤمنين هذا المشروع الديني دائما في هذا المجال، في المشروع النظامي ماكو تسيب ماكو عصيان، أما في مشروع الربوبي دائما عصيان. الله تبارك وتعالى يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. آدم نبي، مشروع الله، الله يقول عهدنا، عهد يعني مشروع مشترك، عهد يعني مشروع مشترك، ولقد عهدنا إلى آدم، احنا اتفقنا وياه، عهد يعني اتفاق، عمل مشترك. الله تبارك وتعالى مشروع تدمر بسبب شنو؟ وعصى آدم ربه فغوى، في نفس الآية هذه سورة طه، سورة طه ست آيات، أول يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ما شفنا فيه همة. هاي مصيبة حقيقة، هاي النوايا الحسنة. آدم اقرأ التاريخ، اقرأ الروايات، حقيقة من منطلق حسن، يوم مثلا مالك أو مثلا كميل، هذولا من منطلق حسن، يريدون يخدمون أمير المؤمنين، بس ما كانت هذه خدمة، هذه كانت دمار، هذا عصيان، هذا عصيان، دمروا أمير المؤمنين. شوفوا الرواية، القضية مو أمير المؤمنين، لا تقولون هذا صوت أمير المؤمنين، الله في مشروعه، هذا آية قرآنية، عهدنا يعني شنو لغة عربية؟ عهد، اتفاق مشترك. منو دمره؟ آدم نبي فنسي، ومو مشكلة مو بس نسي، ما شفنا فيه عزم ولم نجد له عزمة. لا تقولون أمير المؤمنين، المشروع الديني، المشروع الرباني، الإدارة الإلهية، هذه سمتها، ما تستعمل سيف. فدائما في الإدارة الإلهية أكو عصيان، ومن بعد العصيان أكو تخبط، ومن بعد التخبط أكو انهيار، انهيار مشروع. الإنسان اللي يصنع المشكلة، شوفوا فد مصيبة، أنه الإنسان يريد أن يحسن
فيسيء. هاي فد مصيبة، هاي مصيبة، هاي مقدمة المصيبة. بعدين يريد يحل هذه الخربطة اللي مسويها، والله الدمار يصير هنانة. شوفوا الإنسان اللي يصنع المشكلة مستحيل أن يتمكن، أن يقدر، أن يرتقي إلى مستوى علاج المشكلة. شوفوا أكو مشكلة، أكو مستويان، مستوى صنع المشكلة، كل واحد بمستوى فكره يصنع مشكلة. الإنسان أكو مستوى ثاني، مستوى حل المشكلة. حل المشكلة، مستحيل أن الذي يصنع المشكلة أن بنفسه يتمكن أن يعالج المشكلة. معالجة المشكلة تحتاج إلى مستوى 1000 مرة أرقى من مستوى صناعة المشكلة. معقول؟ معقول واحد اللي يصنع مشكلة يقدر هو يحلها؟ فشنو هو سواها مشكلة بعدين يريد يحلها؟ يحلها بدمار أكبر من المشكلة هذه. هو إحنا هذه والله هاي عبرة إلنا، لنحكي على أصحاب أمير المؤمنين، إحنا أصحاب صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، على مستوياتنا، الواحد الكبير القائد والواحد اللي من القاعدة، من القائد انزل وانت نازل. منو مدمر صاحب الزمان؟ أعداءه؟ والله العظيم لا. منو قادة الشيعة دمروا صاحب الزمان؟ مثل ما قادة أمير المؤمنين دمروا محمد ابن أبي بكر. هذا الرجل الجليل، محمد جدا جليل، جدا جليل، تقشعر الجلود لاسمه حقيقة. هذا ابن أمير المؤمنين، هو قال صلوات الله عليه من صلب أبي بكر ابني أمير المؤمنين. والله ما كان يريد يولي، والله على مصر ما كان يريد يولي، صارت ضغوطات، صار لوبي على أمير المؤمنين. هو يقول في نهج البلاغة، يقول ما كنت أريد أدزه هذا أبعثه، والله على مصر. خو هسه أنت والي من قبل أمير المؤمنين. بدأ معاوية يجهز الجيوش 6 أشهر على حدود مصر، كانوا يقولوا له يا محمد أنت باغتهم، هذول الحين ضعفاء باكر يقون، هاي ولاية أمير المؤمنين، إذا أنت تخسر فيها يدفع ثمنها منو؟ أمير المؤمنين يدفع ثمنها. هذول شيئا فشيئا قووا قووا قووا، ما حرك ساكن. بعدين هجموا عليه، شاف العسكر قوي شرد من مصر. مصيبتي المصيبة الأولى ما أدرك أن في هذه القضية، هذه الجيش، هذا حمل سلاح، ما يصير الشكل الإنسان يتعامل وياه بشنو نوايا حسنة. النوايا الحسنة مو وقتها، هذا حمل سلاح. يوم اللي كان مفروض أنت تباغتهم، هذا أنت والي من قبل أمير المؤمنين، مسؤول على مصر. أمير المؤمنين نقد نقد قوي في نهج البلاغة بعد استشهاده، قال ألا وأني قد أردت أن أبعث إلى أهل مصر هاشم بن عتبة المرقال، سامعين اسمه. بعدين هو أمير المؤمنين يقول بلا ذم لمحمد بن أبي بكر، فلقد كان لي ربيبا وكنت له حبيبا. هذا المضمون تقريبا الحديث، ما أريد ذمه. في الروايات أكو بعد مقتل محمد بن أبي بكر رفع أمير المؤمنين بعد سماع قتله، وايه بكي أمير المؤمنين، شال إيده وكان يقول إلهي حبيبي محمد صلى الله عليه وآله أخبرني أنه أنا متى أطلب منك أن تأخذ بروحي، أن تقبضني. إلهي حبيبي أخبرني أنك أنت تقبل، إلهي أخذني، أقبض روحي. ليش أمير المؤمنين يطلب الموت من الله تبارك وتعالى في مثل هيجي ساعة؟ ربما في مثل هيجي ساعة من يوم الجمعة، آخر جمعة من حياة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، اللي في ليلة تلك الجمعة نهار يوم غد ضرب الإمام صلوات الله عليه، تقريبا مثل هيجي وقت كان ارتقى المنبر، كلش معروف نوف البكالي، هذا بواب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يروي،
يقول الإمام عليه الصلاة والسلام على كل حال ذكر أصحابه، أين عمار، أين ابن التيهان، أين ذو الشهادتين، خزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين، ضرب بيده الكريمة على شيبته وأطال البكاء على المنبر صلوات الله، ثم عقد 3 رايات بكى على أصحابه، قال أوهن لأصحابي الذين تلوا القرآن فأحكموه ودبروا الفرض فأقاموه، دبروا الفرض هذا الواجب فأقاموه، بكى عليهم. وين هم هذول؟ هذول اللي كانوا يدبرون الشغل، مو بس ينهضون بنوايا حسنة بدية حسنة، بكى عليهم. الراوي هو نوف البكالي يقول ما دارت الجمعة، هاي الجمعة اللي يخطبها أمير المؤمنين، حتى ضربه اللعين ابن ملجم، فصرنا كالأغنام التي لا رعي لها، تشتتنا ما دارت الجمعة، هاي الجمعة ما كملها، حتى ضربه اللعين ابن ملجم، فصرنا كالأغنام لا راعي لها. الشكل كل تراجعت العساكر كلها، ليش وصل هذا الأمر؟ هذه عبرة لنا، هذه ليست قضايا تاريخية محض، أولا روايات مسلمة. أريد أن أؤكد أن القضية الدينية ليس فيها سيف، فدائما يحصل فيها عصيان بالنص. القرآن الكريم يقول وعصى آدم ربه، ومن وراء هذا العصيان عصيان بواح علني، من منو؟ من أجل القادة الدينيين، فمن وراء هذا العصيان تحصل انهيارات، تحصل مشاكل، أزمات، حروب، قتال، وكل الحياة في المجتمع الإيماني كله أزمات. من بسبب ماذا؟ بسبب نوايا حسنة. طريق جهنم محفوف بالنوايا الحسنة، يريد أن يحسن فيسيء. ليش المولى صلوات الله عليه ما يظهر؟ عجل الله فرجه الشريف، ليش ما يظهر؟ والله يصنع به قادة الشيعة ما صنع بجده أمير المؤمنين الحواريون. ليش يظهر؟ مو من منطلق إساءة له، لا، بنية حسنة، بنوايا حسنة، بس لا يفهمون الحياة، ما يفهمون شنو لازم يتصرفون، حالة ارتجالية حاكمة على الوضع الشيعي في هذا اليوم في كل أبعاده، في المستوى الراقي حقيقة، في قادة الشيعة أكو ناس متهورين، أكو ناس متهورين. هذا التهور جلب لنا هذه المصائب الكثيرة، جلب لنا هذه البلاوي الكثيرة. الشيعة الآن في كل صقع يذبحون، ليش؟ أكو تهور، أكو حرب ما كان مفروض تصير، أكو خوض لمجالات تهور، تهور تهور راقي حقيقة، أسوأ أنواع التهور في كل المناطق الشيعية، أكو تهور، أكو انفعالية، انفعالية لا محدودة، شوية لازم إنسان يضبط نفسه، ماكو ضبط نفس. والحاصل وضع الشيعة، شيعة أمير المؤمنين في هذا اليوم يكون في هذا المستوى المتردي اللي ليس بعد وراءه تردي حقيقة. هذه عبرة يجب على الشيعة بقادتهم أولا أن يدركوا الموازين، لا ينفعلوا انفعالا، الانفعال يولد المزيد من إراقة الدم، المزيد من الويلات للشيعة، لشيعة أمير المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى بحقه أمير المؤمنين أن لا يجعلنا من الظالمين بحقه، ولا من الجاهلين، الظلوم الجهول، الظلم بهذه الولاية المقدسة، ولاية أمير المؤمنين، أو الجهول بهذه الولاية بحقهم،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.